السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عنابة لنقف على زيارة تاع والي عنابة إلى فندق سيبوز اللي تم تهيئته وتجهيزه بالكامل في الأشهر القليلة الماضية، تم تجهيزه بالكامل لكن ما زال مغلق. والآن كان فيه يعني بعض الملاحظات حول التصميم الخارجي، يعني الألوان المختارة للتهيئة الخارجية، فيه ملاحظة. على كل حال ننتظر الافتتاح نتاع الفندق هذا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.